شخصية نقدية وسينريست واسع الشهرة في العالم العربي، عشق السينما ولم يكن تجاوز الخامسة من عمره عندما اصطحبته أخته للمرة الأولى إلى السينما. ارتبط اسمه بالسينما المصرية رغم ولادته في دمشق ونشأته في بيئة سورية. ينتمي إلى عائلة برجوازية سورية ذات أصول مصرية تعود أصولها إلى مدينة طنطا. والده طبيب جراح عمل ما بين سوريا والعراق. قرأ في طفولته الباكرة معظم كتب توفيق الحكيم وكان عاشقاً لكتاباته. والده تمنى له أن يمشي على خطاه أن يكون طبيباً، ولكنه كان يرغب في دراسة الأدب وتوصلا إلى حل وسط فدرس الحقوق ليرضي أباه ونال درجة الدكتوراه، لكنه في الوقت نفسه كان يدرس الأدب الفرنسي ونال درجة الليسانس بفرنسا. ما بين عامي 47-48 سافر إلى مصر فاكتشف الأوبرا والباليه والمسرح، وفي 19 سافر إلى باريس وهناك عاش تجربة الحب الحقيقي للسينما والشغف بها. بعد الوحدة بين سوريا ومصر عين مديراً للمسارح في سوريا وأسس فرقة المسرح القومي، وكانت أول مسرحية أخرجها براكسا. أسس فرقة ندوة الفكر والفن وأسس فرقة التلفزيون عندما عين مديراً للبرامج بالتلفزيون ونقل معظم مسرحياته تلفزيونياً. كانت له صفحة في جريدة الرأي العام في سوريا مارس فيها كتاباته النقدية الفنية. عرض عليه السفر إلى مصر بتشجيع من أدباء وكتاب أمثال رجاء النقاش، صلاح أبو سيف وأحمد بهاء الدين، يوم كانت مصر شعلة للفكر والفن والأدب. استقال من وزارة الثقافة السورية وانتقل إلى مصر وهو يعيش فيها منذ 35 سنة. عمل أستاذاً زائراً في أكاديمية الفنون في القاهرة ولا يزال. السيناريوهات التي كتبها للسينما: ضيفي، زائر الفجر، الإخوة الأعداء، بعيداً عن الأرض، أذكريني، حتى آخر العمر، وادي الذكريات، رحلة داخل امرأة، قاهر الظلام، العاشقة، الأرملة والشيطان، قفص الحريم، قطة على نار، حبيبي دائماً، البؤساء، دانتيلا، الباحثات عن الحرية، ليلة ساخنة، كفرون، الانتفاضة، الرغبة، المهاجر، الزمار، وفتاة من إسرائيل. وفي رصيده من الإخراج المسرحي: براكسا، المتحذلقات، الخروج من الجنة، العادلون، أنتيغونا، الليلة الثانية عشرة، يوليوس قيصر، رجل الأقدار، السلطان الحائر، تاجر البندقية، جعجعة بلا طحن، إلكترا، تريتوف، حكاية حب، الزير سالم. وله العديد من المسلسلات والسهرات الإذاعية والتلفزيونية وكتب أصدرها وضمت مقالات في النقد السينمائي وأراء في المسرح. نال ضيفي العديد من الجوائز على أفضل سيناريو للعديد من الأفلام ويعتبر مرجعاً لا يضاهى في النقد السينمائي العربي. ضيفي وضيفكم لهذه الأمسية الدكتور رفيق الصبان، يا هلا فيك معنا. يا هلا، نورتنا ونورت دبي. تسلمي. رح نرجع يمكن لسن الخامسة عندما اصطحبتك أختك إلى السينما ولأول مرة صار هذا اللقاء بينك وبين السينما. الحقيقة أنا الولد الوحيد لأسرتي ولي أخت، وأختي كانت طبعاً أنا كنت رفيقها. حتى هي طلبت من والدي لما أنجبتني أمي، قالت له أنا عايزة رفيق ليا، وسماني رفيق، فكانت تصحبني إلى السينما. طبعاً والدتي مانعت، قالت لسه صغير ما بيعرفش في السينما، بس خدتني معها واكتشفت هذا العالم السحري الملون المزركش. حسيت إن حالاً تحطت لي أجنحة وبديت أطير في هذه السماء الخيالية، سماء الطيف. تتذكر أول فيلم شفته؟ ولا يمكن أن يزول من ذهني. شوفي، الإنسان لا ينسى أول امرأة أحبها، لا ينسى أول مدينة عشقها، لا ينسى أول فيلم شافه، لا ينسى أول مسرحية. كل حاجة أول بتبقى منقوشة زي الوشم الصعيدي على جبهة المرأة الصعيدية، لا يزول مع الأيام. الفيلم كان اسمه السويس.
كان بيمثله تارون باور ولوريتا يونغ وأنابيلا، مش قادر أنساه أبدا. فاكر تماما هذا الفيلم، وفاكر اكتشافي الأول للسينما لعالم الطيف. حسيت فعلا أن ستارة ارتفعت، وإني أنا دخلت لدنيا تانية كل ما فيها عجيب، كل ما فيها مسحور. ألف ليلة وليلة، والحقيقة هي السينما ألف ليلة وليلة. حلم يعني حلم. أيه. حلم مجسد ينطق، يجذبك من يدك، بدخلك جنات وهمية فيها ثمار عجيبة. نعم. فيها طيور ملهاش مثيل، فيها أنهار، فيها وجوه جميلة، فيها موسيقى. دخلت أنا لهذا العالم، ويبدو أني ما طلعتش منه لغاية دلوقتي. وإن شاء الله ما تطلع منه. هذا يعني الإظلام الذي ينتهي بالصحوة الجميلة والمستمرة والمتكررة، والتي وهبتك ووهبتها الكثير. بالنسبة لطفولتك الباكرة، يمكن بلا مبالغة أنت قرأت توفيق الحكيم في سن كثير، يعني يمكن بين 9 و10، وعشقت توفيق الحكيم. عشقت توفيق الحكيم، وبدأت أقتني كتبه لأني شجعت. كيف اهتديت إلى هذه القراءات دكتور؟ والله قبل توفيق الحكيم كان لي خال هو أمين مكتبة الجامعة السورية، فكان ياخدني معاه هناك، وأنا كنت بدأت أفك الخط، يعني ابتدأت أقرأ. فكان يحكي لي عن روايات جورجي زيدان، في عنده روايات عن التاريخ الإسلامي. فلما ابتدأت أني أنا أقدر أقرأ، لما بديت بالصف الثاني أو الثالث ابتدائي، وجدت بقصص جورجي زيدان برضو هذه البوابة السحرية زي بوابة السينما. بعد كده لا أنكر أن روايات الجيب لعبت معايا دور كبير جدا جدا. روايات الجيب وقصص جورجي زيدان قادتني إلى توفيق الحكيم. اكتشفت توفيق الحكيم أول كتاب، شوف الإنسان ما بينساش أول كتاب قرأه، عصفور من الشرق. عصفور من الشرق قدني إلى روايات كثيرة جدا لتوفيق الحكيم ومسرحيات. فضلت سنتين أدور على عودة الروح، لأني كنت دايما بسمع عنها. شوفي، كان في مكتبة في دمشق زمان اسمها مكتبة البابيروس، لا زالت حتى الآن. كنت أشترك فيها، أو بابا اشترك لي فيها، ب5 ليرة في الشهر. يعني 5 ليرة كانت أيامها حاجة مهمة جدا جدا. تستطيعي أن تستلفي الكتب التي تشائين وترجعيها خلال الشهر. جميل. فأنا كنت نهم جدا جدا، يعني بحيث أن كانت أول ما أطلع من المدرسة أروح للمكتبة هناك وأجيب كتب وأقراها. وكنت أصر على عودة الروح، وما كانش موجودة عودة الروح، كان كل الناس بيستلفوها. فضلت أستناها سنتين لغاية ما قرأتها. عودة الروح كانت بالنسبة لي عودة الوعي الحقيقي، لماذا يمكن أن تفعل القصة. كنت في تلك الفترة برضو بقرأ لكاتب، مع الأسف دلوقتي ما عادش ذكر كثيرا، مع أن أثر علي قوي قوي، هو محمود كامل المحامي. أنا متأكد الناس كثيرين جدا ما يعرفوش هذا الكاتب. كان له مجموعات قصص تدخل في المجتمع المصري، وتتكلم عن الشعراء وعن الرسامين وعن المجتمع الراقي. حتى في قصة منه نقلت للسينما اسمها حياة الظلام. برضو أثر علي قوي. بس عند توفيق الحكيم كان في حاجة تانية. توفيق الحكيم هو اللي قدني لطه حسين، لأني قريت له القصر المسحور اللي هو كتبه مع طه حسين، مستلهما بقائهم في جنيف وقصة شهرزاد. سحرت بطه حسين. أول كتاب قريته زي ناس كثيرين جدا، يمكن ما أنا لا أعتبر يعني استثناء، هو الأيام. الأيام. بعد الأيام ابتديت أقرأ دراسته النقدية. كنت في الابتدائي لما قريت له مع كتبه عن أبو العلاء المعري، لأن كانت دخلة علينا بالمنهج. وبعدين قريت له كتب، شوفي برضو يعني قادتني إلى طه حسين. كان عنده كتاب اسمه صوت باريس من جزئين، كان بينشر فيه المسرحيات الفرنسية بلخصها تقريبا ب20 صفحة ب30 صفحة. غرقت تماما، يعني كان هو بالنسبة لي الجسر اللي وصلني للأدب الفرنسي، إلى جانب كتاباته في الكاتب المصري
والكتب اللي نشرها في الكاتب المصري. يمكن عشقت هذه الكتابات وتمنيت أن ترى هذه المدن، يعني هذه المدن وراء هذه الأقلام. أنا عشت باريس من خلال طه حسين وتوفيق الحكيم. نعم. قبل ما أروح لها. نعم. ولما سافرت إلى مصر كنت يعني صبيا يعني. أبدا، كان يعني هي يافي عن الأرض، من عمرك. الأرض اللي أنا استمديت منها حلمي، استمديت منها كياني، استمديت منها شخصيتي. نعم. استمديت منها بكلمة مختصرة إنسانيتي. جميل. اكتشفت الأوبرا والمسرح والبالي. والبالي لما رحت أنا كان في نوع من المساومة بيني وبين أبويا. لما أخذت البكالوريوم أنا أخذتها صغير قوي، كان عندي 15-16 سنة، فكنت عاوز أدخل كلية الأدب وكان عايزني أدخل كلية حقوق. فعملنا حل وسط. قلت له أنا طبعا درست بجزويت وعارف فرنساوي كويس، قلت له ممكن أدخل كلية الحقوق الفرنسية اللي هي كانت مدرسة ليلية في القاهرة، وممكن أدخل كلية الأدب. نعم. وأجيب الاثنين مع بعض. فوافق على أن يرسلني لمصر، وكانت ماما معايا وأختي شجعت قوي قوي سفري هناك. نعم. أنا أختي لعبت دور كبير جدا الحقيقة في حياتي لا شك. كانت هي تجوزت مبكرة جدا من حد قريبها، وكانت ترى فيا الحلم اللي هي ما قدرتش تحققه، فكانت عايزة تدفعني دائما أني أنا أحقق لها الحياة الفنية والأدبية شغف السينما والأدب اللي هي ما قدرتش تعيشها. نعم. كما تريد. سافرت إلى مصر لأن تكمل دراسة الحقوق. والأدب. نعم. حقوق والأدب. لكن ما نفعتش. لكن اكتشفت الأوبرا، فقعدت 3 أشهر أشوف بالي. أول مرة شفت بالي، أول مرة بسمع أوبرا، أول مرة بشوف مسرح حقيقي. كان يوسف وهبي بيقدم موسمه على وحاجات. أفتكر أول مسرحية شفتها هي سر الحاكم بأمر الله. شوفي دايما الأول 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 لا ينسى. جميل. ما عدا حبي الأول نسيته. نسيته؟ أكيد. يعني تقريبا كان في سوريا. كان في سوريا. ونسيته فعلا. نسيته لأنك سافرت إلى مصر. سافرت إلى باريس. بهذه الحياة. باريس. سافرت إلى باريس ثم رجعت ولما رجعت خلاص. لا حتى رجعت في السنة الأولى يعني. نعم. رجعت. رح نرجع إلى محطة باريس ومع الناقد والكاتب الكبير الدكتور رفيق الصبان، نلتقي بعد قليل. المحطة المهمة في حياتك، يمكن المحطة ممكن نقول المحورية والتي أثرت فيك وفي وعيك السينمائي، فرنسا، حيث درست الحقوق والأدب الفرنسي. احكي لنا عن هذه الفترة. شوفي أنا لما جيت لفرنسا عشان أدرس حضر الدكتوراه بتاعي، طبعا كان ما كانش المسرح هو لسه كان الحاجة اللي واخدة عقلي، لأني كنت عاشق سينما، قلت لك من سن 5 سنين وانا. نعم. عاشق سينما عربيه واجنبيه، بس كانت الحدود اللي انا بشوف فيها هي الافلام الامريكيه اللي هي كانت غازيه اسواقنا كلها. نعم. وكنا احنا طبعا كان في احتلال فرنسي وحاجات، كان في شويه افلام فرنسيه بتعرض عندنا، بس كانت الافلام الامريكيه والمصريه هي عالمي. فلما رحت وكنت بقرا عن السينما والحاجات، فلما رحت لفرنسا اكتشفت السينما الفرنسيه ومن أصولها، لأن الحقيقة إذا قلنا أن لندن هي عاصمة المسرح في العالم. نعم. فنقدر نقول أن فرنسا أو باريس هي عاصمة السينما في العالم. في مدينة باريس يمكنك أن تري كل أفلام الدنيا كائن ما كان مصدرها، إلى جانب متحف السينما اللي بيسموه سينما تك. نعم. اللي بيعرض باليوم 7-8 أفلام من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 12 بالليل، كل ساعتين فيلم. كل أنت بتداوم على الأفلام دي؟ أنا أول ما اكتشفت السينما تك أخذت، يعني أصبحت بالنسبة لي شيء فوق الحلم. أروح بالأيام علشان ألحق أشوف كل الحاجات اللي فاتتني، من السينما الصامتة إلى السينما الجديدة إلى السينما الفرنسية إلى السينما الإيطالية. كل الحاجات دي خصوصا كانت الواقعية الجديدة الإيطالية ابتدأت بعد الحرب تظهر، فلقيت عالم زي ما قلت لك، هذا العالم المسحور اللي كنت أنا مشدود له بخيوط سحرية، لقيت أن هذه الخيوط ما عادتش خيوط وإنما بقيت سلاسل حديد. جميل. مسكتني تماما تماما، رفعتني، كونتني، شكلتني تماما. عارفة زي الرسام ما بيرسم بالألوان. نعم. هذه الأفلام، هذا العالم المختلف المتنوع
شديد الغرابة، اللي معتمد على الخيال، اللي معتمد على الموهبة، اللي معتمد على الجرأة، اللي هو مرآة ماسية بتعكس كل حاجات اللي جوه واللي بره في نفس الوقت. لقيت فيها هي النبع الصافي اللي أنا ممكن أغرف منه، أشرب منه دون أن أرتوي، زي ما النبع اللي بتحكي عليه ألف ليلة وليلة، كل ما شربتي منه كل ما زدتي عطشا. نعم. حسيت أن ده قدري، بس إزاي؟ كانت الأمور غامضة بالنسبة لي تماما. نعم. دمشق ما فيها السينما ولا في صناعة السينما ولا في أي حاجة، وعندك التزام بالدراسة، وعندي التزام بالدراسة، ومصر كانت بعيدة تماما تماما عن حساباتي. نعم. في نفس الوقت بدأت أهتم بالمسرح، الأدب قادني إلى المسرح. يعني أنا لما كنت في سوريا ابتديت أكتشف ألبير كاميو، ابتديت أكتشف جان بول سارتر، هنري دو مونتيرلان، كل كتاب المسرحيين قعدت أرى لهم. فلما رحت هناك لقيت هذه المسرحيات معروضة، قلت يا سلام لازم أشوفها بعد ما كنت أريها. نعم. زي العادلوني اللي بعد كده أنا نقلتها للمسرح السوري، زي الشيطان والإله الطيب، كانت في كل المسرحيات اللي بتتعرض في باريس، فبديت أروح المسرح. كانت في فرقة جان لوي بارو. نعم. طبعا هي عمال تقدم شوامخ المسرح، لكوكتو، لموتيرلان، لبول كلوديل، لكل الأسماء الكبيرة، الأسماء الكبيرة. فحصل عندي بعد سنة أو سنة ونص فضول إني أعرف إيه اللي بيجرى بالكواليس المسرح، إزاي هذه المسرحية اللي بتبهرني بألوانها، بأطيافها، بحركتها، اللي بتنقل اللي قاعد على مقعده، بتديله جناحات سحرية بيطلع فيها لفوق لفوق لفوق، ما يعرفش وصل للسحاب وهو بيشوف الممثلين بيمثلوا قدامه. يعني مثلا عشقت ممثلة كان اسمها ماريا كازاريس، توفيت دلوقتي، واحدة اختصت في تقديم أعمال كاميو وسارتر وأعمال ديستويفسكي. طيب التحليق في هذه الفضاءات، يعني فضاءات السينما والمسرح ويعني والبالي، كنت نهما بهذه الأشياء والبالي، كيف كنت توفق بين كل هذا وبين عالم الحقوق، يعني دراسة الحقوق، والله يعني عالم آخر، ودراسة الأدب الفرنسي، الصدف لعبت يعني التزام الدراسة. هو أنا اعتمدت، عارفة بالدكتوراه ما فيش حضور كتير. نعم. فاتفقت على تيزة أعملها، كنت بجمع مراجعي وبقرا بسرعه، كان ذاكرتي كويسه، واتامل ان بيقولوا لي ان ذاكرتي كويسه لغايه دلوقتي، يا رب يكون احتفظ بهذه الذاكره. فكانت تساعدني على اني اصم. يعني الحقيقه انا مش فخور قوي قوي بتيز الدكتوراه اللي قدمته. ما حبيتش الحقوق، دراسه الحقوق ما حبيت، ما استهوى ابدا، كنت انا من برا كنت بمثل، يعني انا ارضاء للوالد، ارضاء للوالد وارضاء لبقائي. يعني حسيت ان ضريبه بقائي في باريس ورؤيتي كل هذه الحاجات الحلوة اللي بحبها في ليها ثمن، ثمن مشروع يجب أن أدفعه. نعم. يعني الدكتوراه اللي لازم تعملها هي سنتين، هي عملتها بكم سنة؟ عملتها بثلاث سنين وشوية، رجعت سوريا بعد هذا العالم، رجعت إلى سوريا، رجعت سوريا وما اشتغلت لا بالحقوق ولا بالأدب الفرنسي. ما كانتش لسه، كان سوريا ما دخلتش، ما بقيتش جمهورية العربية المتحدة. نعم. يعني ما كانش في وزارة الثقافة. حصلت معايا ظروف حلوة جدا جدا هي اللي خلتني أتكون. تعينت في وزارة الاقتصاد في الإحصاء. نعم. وكان الإحصاء وأياميها الوزارة عاملة دراسات عن الدخل القومي. نعم. من خلال نماذج زيارات وحاجات. فأنا اضطريت أني أسافر لسوريا مع مجموعة من الباحثين. نعم. درنا كل سوريا، القرى خلال والمدن كلها، قرى ومدن، اكتشفت بلدي واكتشفت الناس اللي عايشين بعيدا عن المدينة. يعني الحقيقة قعدت تقريبا سنة أو سنة وشوية في هذه المرحلة، وتأسست وزارة الثقافة، فنقلت لوزارة الثقافة أوتوماتيكية، وعينت مديرا للمسارح. وعينت مديرا للمسارح، لكن ما فيش مسارح. يعني أنا ذاك مسارح، فلقيت في ضمن إنشاء الوزارة. نعم. إن يحق للوزارة أن يكون لها فرقة مسرحية تمولها وتدفع لها فمسكت هذه المادة. كان دكتور إبراهيم كيلاني هو مدير الفنون، قلت له نعمل مسرح، حاجة زي حتعب المسرح يعني. قلت له نعمل مسرح، نشوف النوادي، نشوف الجامعة، نشوف المواهب اللي موجودة بحب التمثيل، وأنا أحركها وأنا أعملها. نعم. وفعلا وافق
الله يرحمه كان متحمس قوي قوي للفكرة. نعم. وجبنا مسرح قومي عيناهم باليوم للممثلين والممثلين. من الممثلين تذكر في تلك الفترة؟ والله كانوا من أصدقائنا ومن معارفي من بنات عائلات. كوثر مردو، أرليت عنحوري، أغلبهم دلوقتي ساب المسرح نهائيا. نعم. يعني كلهم هيلدا زخم. وعملت المسرحيات وعملت واخترت مسرحية لتوفيق الحكيم مأخوذة عن اليونان، لأن قلت براكسا اللي هي مجلس النساء أو برلمان. نعم. النساء متخذة عن أريستوفانس، أعدها توفيق الحكيم بشكل معاصر. فقلت جمعت المجد من طرفي، سؤدد الفرس ومجد العربي. فجبت براكسا، وكانت حاجة غريبة جدا على سوريا. إن إزاي والممثلين اللي فيها اللي كانوا هم خليط عجيب من النوادي، من الجامعة، من بنات العائلات، من معارفنا. نعم. وكان معايا اللي كان يدي اليمنى واللي هو لا شك أني بذكره بكل خير، الأستاذ نهاد القلعي. اللي هو خليته مدير المسرح القومي. جميل. وعمل ترجمت له البرجوازي النبيل بتاعت مولير ومثلها وأخرجها وكان رائع فيها. نعم. وهناك اكتشفوا الأستاذ دوريد لحام وخدوا معاه عشان يشكلوا هذا الثنائي العظيم يلي بدأوا في حياتهم. نعم. الفنية. انتقلت إلى التلفزيون بعد ذلك مديرا للبرامج وأسست فرقة التلفزيون. بين الفترتين أنا أسست فرقتي بعد ما خرجت من الوزارة لسبب خلافات حوالين المسرحيات اللي أنا عاوز أعملها وما. نعم. كانش موافق عليها الوزارة و حصل خلاف بيني وبين مدير الفنون آنذاك كان ساب الدكتور كيلاني. فاضطريت أني أسيب وأكون فرقتي الخاصة. مع مجموعة من المثقفين ومن الرسامين ومن الشعراء ومن الأدباء. جميل. ومن الفنانين كلنا سمينا رابطة سميناها ندوة الفكر والفن. نعم. كانت تجتمع في بيت. في أواسط الخمسينيات الندوة. في أواسط الخمسينات. نعم. وقدمنا ما يقرب من 5-6 مسرحيات كبيرة قوي قوي أغلبها لشيكسبير ولماري فو. لما عينت مدير برامج اشترط أن تؤسس فرقة للدراما تابعة للتلفزيون تقدم المسرحيات. نقلت المسرحيات. قلت لهم المسرحيات جاهزة عندي، وفعلا قدمنا مسرحياتي اللي أنا عملتها بندوة الفكر والفن. نعم. وأهمها تجربة بندقية. نعم. ونقلناها لوزارة. جميل. لوزارة الإعلام. هذا الحضور يعني الطاغي بالمسرح يعني، وشكلك يعني أنك كنت مغامر يعني تؤسس هذه الفرق، فرقة المسرح القومي، فرقة التلفزيون، بعد كل هذا ممكن نقول الصخب المسرحي، الحياة المليئة بالفن، وتمسكك يعني يبدو أنك كنت متمسك أن تضع نواة مسرحية أو شيء ما في سوريا في تلك الفترة. انتقلت إلى مصر. شوف حاولت تركت سوريا انتقالا إلى مصر. حاولت أعمل حاجتين بالمسرح. أولا. نعم. أقدم المسرحيات باللغة الفصحى. ما قلت المسرح القومي يجب أن يقدم باللغة الفصحى ومن المسرح العالمي قدم من المسرح العالمي. والحاجة الثانية أن. نعم. يجب أن يكون هناك تجاور بين المسرح المحلي، ما كانش في عندنا مسرح محلي إلا المسرح المصري. نعم. والمسرح العالمي. نعم. أن علشان نكون جمهور مسرحي يفهم طبيعة المسرح وماهية المسرح وكينونة المسرح. جميل. قدمت استقالتك من وزارة الثقافة ورحت لمصر وتركت سوريا وسافرت إلى مصر، وهناك حياة أخرى واكتشاف آخر للناقد السينمائي والسيناريست الدكتور رفيق الصبان. نلتقي بعد قليل. اذكريني واحنا في الفاصل قلت لي في حكايه مثيره يعني. قبل ما نوصل في محاورنا قل لي الحكايه المثيره وراء هذا الفيلم. هي فيلم اسكوريني كان تحدي كبير جدا. جدا، لان اعاده تصوير فيلم فيلم قديم ايضا بين الاطلال، ما يكون اسطوره بين الاطلال اسطوره. وبالنسبه فاتن حمامه وعز الدين ذو الفقار. نعم. ويوسف السباعي. فلما قال لي رمسيس نجيب، كان كنت مرتبط انا معاه بعقد احتكار لخمس افلام. نعم. من ضمنها كان اسكوريني. قال لي هنعيد بين الاطلال. انا ذعرت خفت. قلت له ازاي نعيد حاجه الناس كلها بتحبها قوي قوي، ولغايه دلوقتي كل ما بيتعرض الفيلم الناس بتهيئ المناديل بتاعها علشان تعيط وحاجات. قال لي لا لازم. قلت له طيب اذا لازم نعيد يجب ان يكون هناك منطق للاعاده. قال لي ايه هو المنطق؟ قلت له المنطق ان هذا الحب العذري الشديد للحاجات كان ينسجم مع الاربعينات لكن لا ينسجم مع الثمانينات. نعم. فيجب ان نعطي حسيه للعلاقه بين هذا الكاتب الكبير في السن والبنت اللي عندها 18 سنه.
قال لي ايه؟ زعر، قال لي يوسف سباعي يذبحنا. قلت له نستأذنه. فرحنا قلنا ليوسف سباعي، ثار علي ثورة، قال لي انت عايز تحطم اجمل قصة حب بكل الناس اللي بتتكلم عليها، عاوز توسخها، اسف للكلمة. قلت له مش بوسخها، بديها حسية، مش لا مش معناها اني بوسخها، عاوز احط المنطق الجديد بتاعها. وفعلا اختلفنا جدا جدا حواليه، وفضل هو مزرجن وقال اني انا هسحب القصة منكم، الى ان فجأة مرة بيتصل بيا بيقول لي ماشي اعملها زي ما انت عاوز، بس وريني قبل ما تعملها، قبل ما تصور. وكان في تحدي لك، وكان كلنا ماسكين قلوبنا في ايدنا. نجلاء نفسها ان عملت لعب دور فاتن، محمود ياسين لعب العب دور عماد حمد، بتصير المقارنه طبعا شيء بديهي، لكن كان فعلا فيلم مختلف برؤيته تماما. والحاجه الغريبه ان نجح هذا الفيلم في كل البلاد العربيه اكثر من مصر. مصر فضلت متمسكه بحبها لفاتن حمامة ولعماد حمدي والفيلم القديم أكثر من الفيلم الجديد. نرجع لموضوعنا أو محورنا دكتور، انتقلت من سوريا إلى مصر. نعم. يعني حياة جديدة، محطة أخرى، ما كنتش بفكر بالسينما خالص. شو كان وراء هذا الانتقال؟ يعني شو هل كان في حلم العودة إلى مصر حيث شغفت بالمسرح؟ بدون شك. وجايز ومدينة يعني راح تفتح لك أمور ثانية يمكن. أقول لك جايز، أنا حسيت برضو بعد آخر مسرحية عملتها في سوريا اللي هي قصة حب أو حكاية حب لناظم حكمت، حسيت أني أنا قلت أكثر حاجات اللي عاوز أقولها قلتها خلاص. يعني كان في إحساس باليأس من الوضع؟ لا، كان إحساس بأني أنا عاوز أجدد نفسي. حسيت نفسي أني ابتديت أتحط في قالب، وهذا القالب جايز لا ينسجم مع الاتجاه الجديد للمسرح في سوريا. يعني كانت سوريا مقدمة على عهد اشتراكي وعلى يعني مختلف تماما عن الوقت اللي أنا كنت بشتغل فيه. خفت أني أنا ما أقدرش أتلائم معه، وخفت أن هو يحدد من حريتي شوية. قلت أجرب نفسي. وكان في تشجيع من الأصدقاء وأسماء مهمة يعني إلى حد بعيد، زي ما قلتي كان في توفيق صالح، كان في نجيب سرور، إلى جانب الأسماء إلى حد الأسماء اللي قلتيها حضرتك. نعم. صلاح أبو سيف، رمسيس نجيب، كلهم لما كانوا يجوا لسوريا يقولوا لي تعال هناك، شافوا عشقي للسينما، إن السينما عالمك، أوكي المسرح عالمك بس السينما برضو عالمك، فتعال تعال. فلما قررت إني أنا أجدد نفسي زي السلحفة اللي بتغير جلدها. فقلت أغير جلدي وأجرب، والمغامرة حلوة جدا. شوفي أنا إنسان مغامر، يعني طبعا قالوا إزاي وأنا قطعت سن الشباب والمغامرة إني أروح لمصر اللي هي بلد السينما، بلد العباقرة السينمائيين، بلد المخرجين الكبار، بلد كتاب مسرحيين، هعمل إيه أنا؟ جميل. وفتحوا لك يعني يمكن الكثير من المجالات. شيء كثير جدا يعني، فتحت لكل الابواب. نعم، المجلات، كتابه مقالات، صفحات على الكواكب بالمصور بالهلال. كان في الاستاذ صلاح عبد الصبور بهيئه الكتاب طلب مني اترجم كتابين ثلاثه. جميل. رجاء النقاش طلب مني اترجم كتاب الاسلام والمسرح اللي هو من اجود الكتب اللي انا ترجمتها. حتى المسرح يعني ما فضلش غايب عني. الفريد فراج قال لي تعالى، كان هو مدير المسرح الحديث، تعالى اخرج لنا مسرحيه. واخترنا المسرحيه اني اعيد اعداد الليله الثانيه عشرة لكن في اطار اندلسي. مع يوسف ادريس اللي عملته، مع الدكتور يوسف ادريس. لكن لم تتم هذه الامور. طيب، وصولا الى السيناريو، فن السيناريو، كتابه السيناريو، كيف جاءت هذه الفكره؟ كيف اكتشفت نفسك انك ممكن تكتب سيناريو؟ مش انا اللي اكتشفت نفسي. ممدوح شكري الله يرحمه هو اللي اكتشف، وضعني برضو امام التحدي. شوفي زي التحدي اللي خلاني اسيب سوريا واجي لمصر. هذا التحدي هو اللي خلاني اكتب اول سيناريو، ويمكن انا بالنسبه لي هو أحلى سيناريو كتبته وأعز سيناريو على قلبي. زائر الفجر بكر. لم يعرض هذا الفيلم؟ والله عرض بعد ما اقتطع منه 20 دقيقة. وعرض بعد ما خسرت فيه نص فلوسي، لأن عملت شاركت في الإنتاج أنا وماجدة الخطيب، وخدنا سلفة كبيرة جدا من القطاع العام. ومنع الفيلم، منع الفيلم سنتين ونص، مات في خلالها المخرج. ولما تعرض مقطوع، وتعرض أسبوعين وتشال، وبعد كده لم يعرض ابدا، وحتى التلفزيونات ما بتعرضوش دلوقتي. فما اعرفش ليه مصير هذا الفيلم، لان سبب رجه كبيره جدا جدا على الراي العام المصري. لانه عرض عده عروض قبل عرضه العام، فكان يحصل يعني
رد فعل شديد، لأن هو الفيلم بيطرح قضية المخابرات يمكن من أوائل الأفلام المصرية اللي عالجت بوضوح وصراحة دور المخابرات مع المثقفين مع الصحفيين والكتاب. نعم، بهرك عالم السيناريو جدا جدا، وعملت يمكن أفلام ما زالت يعني عالقة في أذهاننا كمشاهدين، يعني أفلام مثل البؤساء، مثل حبيبي دائما، قطة على نار، قاهر الظلام عن حياة طه حسين، ليلة ساخنة اللي هو واحد من أفلامي اللي أنا بحبها جدا. كيف كنت بتطور مصادر، يعني ممكن نقول أدواتك تقنياتك في هذا المجال؟ شوفي، لا شك أني أنا أعتقد أن هناك موهبة وهناك تجربة وهناك فضول، الثلاثة دول لما بيجتمعوا ممكن أن يصنعوا كاتب. الفضول هو اللي خليك تشوفي، إذا أنت بتحبي فن من الفنون لا يمكن أن تكوني رسامة ماهرة إلا إذا استعرضتي فن الرسم من أيام الفراعنة لغاية الفن الحديث، بيكاسو وكل المدارس التي أتت بعده الحديثة. نفس الحاجة بالشعر، نفس الحاجة بالمسرح. أنا زي ما قلت لك المصادر اللي خدتها لما كنت في باريس وتفرجت على هذه الأفلام كلها بعين العاشق، بعين اللي عاوز، الجعان قوي قوي واللي عاوز يأكل 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 حتى لو أصبت التخمة، حتى لو قتلته التخمة. اعتدت من أيام السينماتيك أني أشوف 4 أو 5 أفلام في اليوم، وده اللي بيدهش بعض أصدقائي النقاد لما نروح للمهرجانات ولأني متابع 4 أو 5 أفلام وبستوعبها إزاي ده، لأن جاني من أيام باريس ما كنت أشوف 4 أو 5 أفلام بالسينماتيك. ولسه يعني أنت يومين جاي دبي حضرت فيلمين بالسينما. يعطيك العافية. فالحقيقة دي كونتني يعني القراءات، القراءة السينمائية والمتابعة للسينما أيضا، أنا بسميها القراءة السينمائية. طيب حتى إزاي تقرأي فيلم؟ نعم، حتى نحدد دكتور، يمكن ما هو الفيلم اللي قدم دكتور رفيق الصبان كسيناريست؟ هو زائر الفجر. طبعا زائر الفجر أول فيلم يعني، واللي عمل ضجة ومنع. زي ما بيقول بايرون، أني أغمضت عين وفتحت عين وجدت نفسي مشهورا. أنا نفس الحاجة، الضجة التي أحاطت بهذا الفيلم ومنع هذا الفيلم وتبني المثقفين له خلى كل الناس، مع أني مش أول فيلم اتعرض لي، خلى حسام الدين مصطفى يطلب مني أني أعمل له الإخوة الأعداء المأخوذ عن دوستويفسكي. فعملت الإخوة الأعداء ونجح الفيلم، فأسرع رمسيس نجيب واتفق معايا على احتكار 5 أفلام أكتبها له، ورمسيس نجيب كان في أيامها أهم منتج موجود في مصر. نعم. فطبعا يعني أعمل 5 أفلام لرمسيس نجيب لازم اسمي يتعرف كسيناريست، لازم، مفيش يعني مهرب منها، لأن رمسيس نجيب هو الإنتاج المهم جدا جدا في السينما المصرية آنذاك. عملت حتى آخر العمر، عملت له إسكوريني، عملت له وادي ذكريات، عملت له في فيلم بعيدة عن الأرض، كلها أفلام مهمة وروايات يعني، وروايات لأحسان عبد القدوس بعيدا عن الأرض. شوفي، أنا أغلب أفلامي اللي عملتها روايات متخذة من روايات مشهورة. يعني تعاملت مع الأدب الأجنبي، يعني فيكتور هيوغو بالبؤساء، دوستويفسكي بالأخوة الأعداء، تينيسي ويليامز مسرح، 3 مسرحيات، الرغبة وقطة على نار، وأورفيوس يهبط باسم الزمار. نعم. ودي الفضل ليها كلها للأستاذ نور الشريف اللي هو يحب تينيسي ويليامز جدا وأنتج الأفلام الثلاثة دي. بعد كده إحسان عبد القدوس، مع الأسف نجيب محفوظ هو الوحيد اللي أنا ما عرفتش على عالمه، بس في ناس كتيرين جدا من زملائي الكتاب السيناريو الحقيقة أبدعوا بتقديم نجيب. نعم. محفوظ وإحسان، زي أستاذ مصطفى محرم مثلا. نعم. عمل أفلام رائعة جدا جدا لنجيب ولإحسان. يعني حسيت أن نجيب محفوظ واخد حقه تماما من السينما. نعم. فكنت أنا بقال مع الكتاب، وبعدين اعتمدت على قصص من عندي. يعني مثلا ليلة ساخنة اللي خدت عليه جوائز هو قصتي، الأرملة والشيطان هو قصتي، بس دي حاجات نادرة يعني. بالتلفزيون كنت أكتب قصص بالاشتراك مع كاتبة كبيرة اللي هي كاتيا ثابت. بالسينما يمكن عملت فيلمين ثلاثة اعتمدت فيهم على قصتي. ما جيت توبيا خدت منه قفص الحريم. صبري موسى خدت منه رحلة داخل امرأة. يعني دايما كنت أعتمد على كتاب لهم قيمتهم. سيدي، أفلامك تثير جدلا كثيرا اليوم، وخصوصا الأفلام الأخيرة فيها جرأة كثيرة. رح نرجع مع الدكتور رفيق الصبان بعد قليل.
أفلامك تثير جدلاً كثيراً، وخصوصاً الأخيرة، وربما الأفلام التي عملت مع المخرجة إيناس الدغيري، الباحثات عن الحرية ودانتيلا. يعني البعض وجه لك انتقادات ربما لاذعة وقاسية بسبب استخدام تلك الأفلام الجنس وسيلة للتعبير في شكل متكرر ومبالغ فيه. شو رأيك في وجهة النظر هذا؟ والله مبالغ فيه لا، أنا أعتقد بالعكس أن إحنا لم نقدم بالباحثات عن الحرية إلا جزء من الواقع، لأن واقع المرأة الشرقية أنت عارفة إيناس الدغيري أولا مشكلتها الأساسية في حياتها كلها وفي سينما هي قضية المرأة، كرامة المرأة، حرية المرأة، استقلالية المرأة، دور المرأة في الحياة. وهي أحيانا السينما بتاعتها بتسميها سينما اللكمات، يعني تضرب المتفرج للكمة على وشه عشان تصحيه، تفاجئ. لا تؤمن هي بالسينما المخدرة اللي بتخليك تشوفي الفيلم وتطلعي مبسوطة وخلاص وتنسي بعد 5 دقايق. وفعلا فجر فيلم دانتيلا شوية مشاكل، لكن اللي فجر أكتر هو البحثات عن الحرية. بالبحثات عن الحرية خدنا، يعني أولا هي اختارتني للفيلم علشان أنا عشت في باريس فترة طويلة وعارف الوضع، حرية المرأة وتحرك المرأة. بعد كده الكاتبة هدى زيني اللي كتبت القصة كتبتها كما قالت لي من تجارب حية عاشتها وشافتها، وواحدة من الثلاثة هي هدى زين نفسها اللي هي قلبتها للمصرية، وفي مغربية وفي لبنانية. نعم. وكل واحدة منهم تمثل اتجاه، وكل واحدة منهم عندها أزمة عائلية تمثل وضع المرأة في بلدها. أنا أعتقد أننا ما قلناش إلا جزء بسيط مما يجب أن يقال، بس الناس معرفش هما هناك يعني في ردة رجعية شديدة جدا في السينما المصرية. أولا في اعتبارات الاصطلاح العجيب ده اللي طلعوا فيه الممثلين الشباب والممثلات الشابات اللي هو السينما النظيفة. إيه السينما النظيفة؟ في حاجة اسمها السينما النظيفة؟ السينما النظيفة أنا في رأيي هي التي تعكس حقيقة الواقع بشكل فني، بشكل واضح، بشكل فيه إبداع وفيه إلهام وفيه مصداقية. هي دي السينما النظيفة، هي التي تنبع من قلب الفنان وتتوجه إلى قلب المتفرج بجسر ذهبي. هي دي السينما النظيفة. أما والله طلعت بنت بتوب سهرة مكشوف ولا قبلة تستلزمها وقائع الفيلم وأحكم على الفيلم كله من خلال مشهد أو مشهدين، أنا في رأيي ده منتهى يعني محدودية في الحكم على عمل فني. هل ينسحب كلامك أيضا في رأيك على السينما، حتى السينما الشباب اليوم بمصر؟ والله الغريب احنا نشوف الإيرادات كثير فيها مفارقات، يعني بين أفلام جادة مهمة ملتزمة لا ما تدخل إيرادات، وبين أفلام كوميدية وهابطة وفيها إسفاف بتدخل الكثير. أنا أعتقد أن السينما المصرية هي دلوقتي في عنق الزجاجة، في عنق الزجاجة. لكن أنا أشوف طول حياتي حتى في نقدي تعودت دايما أشوف نص الكاس المليان. وبعد كده يمكن عملي الأكاديمي مع الشباب اللي بيتعلموا السينما واللي بدرس لهم من 35 سنة حاسس أني في مواهب كتيرة جدا عايزة تتفجر، لكن ظروف السينما عمال تمنعها. وهؤلاء الشباب اللي عاوزين يشتغلوا بيعملوا تنازلات كتيرة جدا جدا، لكن لما بتفسح لهم المجال يقولوا اللي هم عايزينه. شوفي واحدة زي ساندرا نشأت، شوفي واحدة زي كاملة أبو ذكري مثلا في الفيلم الأخير، شوفي هلا خليل، كلهم أمال الصيفي مخرجات وقدموا مواضيع في غاية الجرأة وبقوة شديدة جدا ودون أي تنازل. سعد هنداوي يعني عندنا مخرجين لا زالوا مصرين على تقديم السينما اللي هم تعلموها واللي آمنوا بيها واللي هي أدتهم الجناحات اللي الحقيقية اللي طيروا بيها. تعاملت مع مخرجين كثر، يعني ربما من البدايات لنقل من الرعيل الأول بركات وحسام الدين مصطفى إلى السينما الجديدة لنقل، يعني تعاملت أيضا في الرغبة مع علي بدر خان وأيضا المهاجر يعني مع الشباب الشباب ما تعاونش الشباب يعني تعاونت مع الجيل الثاني، يعني تعاونت مع علي بدر خان مع إيناس الدغيري مع عاطف الطيب. نعم. بينما الجيل اللي قبله يعني أشرف فهمي، بركات، حسام الدين مصطفى، عاطف سالم، كل دول أنا تعاونت معاهم بقلبي بشكل واسع. كيف وجدت تجربتك؟ حسين كمال أنا أعتقد أنه هو المخرج يلي وجدت نفسي بحبه كثير، بحبه بشكل غير عادي. ليه؟ لأن أولا أنا بحب الجنون،
أنا أعتقد أن الفن في حتة الجنون اللي هي بتخلي يختلف عن الآخرين، في حتة الاندفاع الصاخب، الاندفاع الجميل، الجناحات اللي مش زي كل الطيور. كل الطيور عندها جناحات، بس الفنان عنده جناحات ملونة بألوان قوس قزح، يعني أخضر وأحمر وأصفر وحاجات. عشان كده لما بيفرد جناحاته بيدهشك، بتوصيله يعني كده وبتقولي ده مختلف. يعني كان في انسجام أو هارموني بينك وبين حسين كمال. جدا جدا جدا. أنا حسين كمال علمني إزاي أشوف السينما الحقيقية. نعم. اللي أنا بحبها بتنعكس يعني أفلامي اللي معاه، اللي عملت معاه ثلاث أفلام، والثلاث أفلام يمكن أعتبرها من أجمل أجمل أفلامي. حبيبي دائما وقفص الحريم وبعيدا عن الأرض، وكان في عندنا مشاريع كثيرة جدا. والمخرج يوسف شاهين، حيث تعاونتم في فيلم المهاجر. تعاونت مع المهاجر. طبعا العمل مع يوسف شاهين متعة كبيرة جدا جدا. بس لازم شروط التعاون معه أنك تنسي شخصيتك تماما وأن تذوبي في شخصيته. التجربة ممكن تكون مرة، بس صعب جدا تبقى مرتين، لأن هو يطغي عليك تماما، وأنا من حبي له ما أقدرش أقول له لا. يعني بدفع تمن حبي له من شخصيتي أنا ومن آرائي أنا ومن أفكاري أنا. جميل. عودة إلى السينما والرقابة، إلى أي حد في نظرك دكتور رفيق لعبت الرقابة على السينما والأفكار؟ ممكن نقول والله هي دبحتني، هي دبحتني وشهرتني زي ما قلنا بفيلم زائر الفجر. نعم. يعني منعت، منع سبب شهرة يعني، خسرتني مثلا جمهور كبير وخسرتني فلوس، لكن أعطتني شهرة وأعطتني مستوى من أول أفلامي، وده حاجة ما كنتش بحلم بيها أبدا أبدا. عشان كده أنا بعتبر نفسي أنا اللي كسبان مش الخسران. نعم. أفلامي دايما لما بتروح الرقابة يقفوا أمامها، رغم ما بكونش فيها حاجة خالص، بس يوقف قدام كل جملة. من أيام زائر الفجر إن أنا مشاغب، أصبحت محطوط بالنسبة ليهم تحت تحت خانة المشاغبين. وبعدين لما تعاونت ولما تعاونت مع ناس الدغيدي زادت الهالة، لأن هي كمان يعني هي إشكالية أيضا، ناس تحت خانة المشاغبين. يمكن تجربتك مع ممثلات كثر وأسماء أيضا ممثلين، رح يعني أعطيك أسماء معينة وبإجازة تقول لي رأيك فيهم. بوسي جوهرة كانت محطوطة بصدفة وتأخرت كتير جدا لغاية ما طلعت، لغاية ما انفتحت الصدفة عليها واكتشفنا ان فعلا جوهرة حقيقية وغير مقلدة. يسرى فنانة شاملة، فنانة من جوه ومن بره، اذا عرفتيها لا يمكنك الا ان تعشقيها. نجلاء فتحي كبرياء الفنانة موجودة عندها، وطموح الفنانة وكفاح الفنانة، لأن هي لما ابتدأت ما كانتش بتعرف تمثل، ولما وصلت لنضجها أصبحت واحدة من أقدر ممثلات مصر. بيعجبني فيها هذا العناد في سبيل إثبات شخصيتها وكينونتها وفنها. جميل. اللبلبة، والتي قالت أنك أعدت اكتشافها في فيلم ليلة ساخنة. أنا أعتقد أن اللبلبة وضعت عليها ستائر ثقيلة جدا جدا حجبت موهبتها الحقيقية. عاطف الطيب، مش بس أنا، عاطف الطيب هو اللي اكتشف هذا النور وراء هذه الستائر المظلمة فأزحها. جميل. فأشعت علينا كلنا. إلهام شاهين فنانة ذكية وطموحة، بس عليها أن تعيد حسابات كثيرة جدا في حياتها. نادية الجندي، امرأة طموحة، لكن طموحها يتوقف عند حد معين. أنا تعاونت معها بفيلم الرغبة اللي خليتها تأخذ من خلاله جوائز عديدة، لكن هي فضلت أن ترجع لجماهيريتها الواسعة اللي عملت اسمها نوعية معينة من الأفلام وعادت إلى هذه النوعية من خلال المسلسل الأخير وابتعدت. يعني كانت هي بالنسبة لي تجربة واحدة، تقول أنا هنا أنا ممثلة وبعد كده خلص. جميل. جديد الدكتور رفيق الصبان، آباء صغار، مع الأستاذ دوريد لحام. هذه المحاولة الثانية مع دوريد لحام من كفرون. كفرون الأولى والآباء الصغار اللي هي تقريبا مش مساهمة كاملة، لأن السيناريو لما جاني كان مكتوب، كتب الأستاذ دوريد، بس كان حاسس إن في حاجات لازم تتلم، لازم حاجات تتشال، لازم حاجات تنضاف. فأنا كنت عبارة عن مشرف أو مستشار في هذا الفيلم، أكثر مني كاتب يتحمل مسؤولية الفيلم.
نعم، الموضوعات التي تشغل الدكتور رفيق الصبان، طموحه، رأيه في الدراما اليوم المصرية والسورية والخليجية، بعد قليل نلتقي. رؤيتك لواقع الدراما اليوم، يعني هذه ممكن نقول هذا الموسم عكاظ الرمضاني الذي يضج به الكثير من المسلسلات، الدراما التلفزيونية. نعم، الدراما التلفزيونية. والله الدراما التلفزيونية هذا العام وده اتقال. نبدأ بالدراما المصرية. بقول لك يعني لا أستطيع أني أنا بتكلم دلوقتي، أصبحت الدراما العربية بتفرض نفسها، ما عادش في دراما مصرية ودراما، يعني بقينا كلنا مع القنوات الفضائية. نعم. والحاجات بنشوف، ما عادش في دراما مخصصة ببلد. والسنة دي كان في التفوق السوري واضح جدا جدا، وده مش أنا بس اللي بقوله، كل النقاد المصريين بلا استثناء قالوا. طيب شو السبب في تراجع الدراما المصرية بعد ما كانت هي المنتجين يعني لها الريادة وغرور النجوم؟ غرور النجوم يعني الدور بيتفصل على النجم، على النجم، والنجم بيطلب أجر غالي جدا جدا، فبيأكل الميزانية كلها. فبتنعكس على الديكورات وعلى الأزياء وعلى بقية الممثلين. يعني لما بجيب ممثل كبير جدا، فمضطر عشان المنتج يوازن أجوره أنه يجيب ممثلين بقال مع أي كلام، يختصر بالديكورات، يختصر بالتصوير الخارجي، لا يعني أنت عارفة، فبتطلع النتيجة مش على المستوى. هل تتواصل مع النجوم يعني تقول لهم رأيك مثلا؟ يعني مثلا ممكن تقول فنان نور الشريف أو يحيى الفخراني والله هالسنة مثلا، يعني يحيى الفخراني كما قال للكثيرين السنة دي المرسى والبحار، السنة دي إن زي يلعب دور الشاب دونجوان، فقال إنه هو كان ما كانش عايز، وإنما كان عاوز فقط أن يظهر في الجزء الأخير لما كبر الولد، لما تكبرت الشخصية. وأن يجيب زي ما عملوا بنزار أباني ثلاث أشخاص يلعبوا الأدوار مراحل مختلفة، فرفضوا المعلنين ورفض المنتج، قالوا بتخرب بيتي لأني أنا بعت على أساس أنك أنت هتطلع بكل الحلقات من البداية للنهاية. فهو كان زعلان قوي قوي. من تلوم دكتور؟ من تلوم؟ من تلوم بهذا بلوم المنتج وبلوم شركات الإعلان اللي عايزة تعلن حتى على حساب العمل الفني، مش فارقة معاه العمل الفني السنة الجاية. لأن أولا الدراما المصرية فيها كتاب كبار جدا، فيها ممثلين كبار جدا، في ليها جمهور واسع جدا، فخسارة أن هي على روليت الإنتاج السينمائي. نعم. ترمي كل ده على رقم خاسر. التفوق السوري شو مقومات هذا التفوق؟ أن ما فيش نجوم، ما فيش إعلانات لهذه الدرجة الواسعة جدا. وفي احترام للعمل الفني بدأنا نفقده مع الأسف في الإنتاج المصري. يعني شوفي أعمال زي السنة اللي فاتت، يعني ملوك طوائف أو عصية دمع اللي كتبت أو نزار أباني، أنا كتبت عليهم وكنت شديد الحماس. يعني أنا عارف أن بالنسبة لنزار أباني اختلفت الآراء، وأنا مثلا كانت لك صلة قرابة بشعر، أنا أمت بصلة قربة لنزار أباني، عايزين رأيك يعني كتير. شفت المسلسل بعين أخرى؟ أنا شفت المسلسل بعين أخرى، لقيت أن في نواقص في حياة نزار أباني لم تكتمل، لكن أنا عجبني المسلسل بشكل عام ما عدا الحلقتين الأخيرات اللي لاحظت فيهم عجالة شديدة جدا في الكتابة، ومرحلة مهمة جدا من حياة نزار لم توضح. عجبني الأداء خصوصا يعني لأثار النقاش كثيرا، هو الأستاذ أسعد فضة. الأستاذ أسعد فضة بهذا الدور، دور توفيق أباني، دور الأب، أنا أعرفه لتوفيق أباني. طبعا أنا لا أبحث عن التشابه الجسدي، يعني طبعا في ممثلين كبار زي اللي عمل غاندي، بين كينجسلي، لكن مثلا لما جينا لأنتوني هوبكنز وعمل جونسون وعمل نيكسون، ما كانش في تشابه، ما كان في شبه. يعني في لما عمل بيكاسو ما في شبه خالص. أنتوني هوبكنز اللي عمل نيكسون برضه. نعم. فما كانش في تشابه، كان هو أنتوني هوبكنز الذي يمثل الشخصية. فأنا في رأيي أن التشابه الجسدي مش شرط، والأداء العميق الداخلي لأداء أسعد فضة، أنا أعتبر دوره بتوفيق الأباني واحد من أهم الأدوار اللي لعبها أسعد فضة في حياته. والمسلسل كله شدني قوي، كفاية أن 70 مليون مصري اللي كانوا يعرفوا نزار أباني من خلال أيظنوا الأغاني فقط، هو أغاني. اللي لحن له عبد الوهاب وغنيت له نجات الصغيرة. بعد هذا المسلسل الكل بدأوا يشتروا كتب، اسألي مثلا مكتبة مدبولي اللي هي بتبيع دواوين نزار أباني، ارتفعت نسبة المعيبات بشكل جنوني.
أنا في رأيي ده يعني في هذا الزمن اللي الإنسان صرفه عن القراءة والحاجات، أن يأتي مسلسل يعد القراءة زي ما حصل مع مسلسل طه حسين لما كل الناس رجعت تقرأ، زي ما حصل مع مسلسل أم كلثوم اللي أبيعت الشرائط بتاعت أم كلثوم كما لم تبع في حياتها بعد المسلسل. إحنا عايزين نثبت هذه القيم، نثبت هذه القيم عن طريق التلفزيون، هذه الآلة الرهيبة اللي عمال تغسل عقول العالم. فأنا في رأيي إعادة نزار أباني من خلال كل حلقة أسمع فيها ثلاثة أو أربع قصائد نزار أباني، تتصوري قد إيه خدمت أنا شعر نزار أباني بغض النظر عن الدراما. كفاية أني أنا قعدت نظفت ودن المتفرج والمستمع من الكلام اللي بيسمعوا أي كلام في المسلسلات، الكلام الهابط والكلام السوقي. عادت للكلمة كبرياء الكلمة، عاد للكلمة جمالها وإشعاعها ولونها. أنا في رأيي ده لوحده كافي لكي أقف مع المسلسل ومشتدته. نعم، ممارساتك النقدية دكتور هل أكسبتك عداوات ما؟ بيزعلوا منك يعني من صراحتك من أحياناً موضوعيتك أحياناً أو أحياناً لا. بديجيني شكر كتير جداً عن لما بمدح، ولما يعني ما بكونش موافق على الأفلام ما بيواجهونيش بس بيقولوا مورايا. شو الموضوعات التي تشغلك أكثر دكتور اليوم؟ يعني ممكن نقول في قضايا الفن السينما الدرامي، يعني القضية اللي غير مطروحة لحد الآن، أو الرواية التي أغرمت بها ربما، أو الموضوع الذي أسرك، أو حلم ما لا تستطيع أن تجده اليوم أو تحققه. لا أستطيع أن أحدد لنفسي رسالة معينة في اختياري لمواضيعي، ما راح نقول رسالة. اللي بهمني جدا جدا هو هذه الهوة التي كل مرة بتكبر بين جيلنا وبين الأجيال الشابة. بحس أن هناك هو تزداد اتساعا، الكلمات عمال يختلف معناها، العواطف عمال يختلف معناها، رؤية الحياة عم يختلف معناها، إزاي نحب عمال يختلف، إزاي نكره عمال يختلف. هذه هو حتى بين الأب وأولاده، حتى بين إزاي نحب اختلف. يعني الشباب دلوقتي بيحبوا بطريقة تانية مختلفة عننا تماما. نعم. احنا حبينا بشكل مختلف. نعم دكتور رفيق الصباني، يمكن اسم مرتبط بالسينما، بالسينما العالمية، بالسينما العربية، حضورك وأيضا تكريمك في عدة محافل، ربما حصولك على وسام الفارس الإيطالي والفرنسي، يعني هذه التكريمات وهذا الحضور وتونسي أيضا، وإشرافك أيضا على مهرجانات وندوات يعني بالسينما العربية، ممكن نقول إلى وين وصل؟ يعني كيف ترى مستوى النقاش الجمالي المعرفي بالسينما اليوم، بالسينما العربية، وأنت يعني تسافر كثيرا وتحاضر وتدخل منتديات وشاهم، وقلم النقدي يحاول دايما أن يكشف مواطن الجمال. كيف تجد مستوى النقاش اليوم هذا؟ يعني والله أنا أعتقد أن من واجب الناقد أن يكشف مواطن الجمال. في ناقد فني اليوم دكتور؟ ناقد سينمائي ممكن نقول عنه اليوم فيه. بالوطن العربي في عندنا في مصر مجموعة من النقاد، أسماء منها يعني هقول لك بس هتقولي لي مش عاوز أظلم الباقيين، بس لا أذكر لنا أسماء. أذكر لنا، في عندنا سمير فريد، في عندنا كمال رمزي، في عندنا علي أبو شالي، في عندنا خيرية البشلاوي، عندنا مجدة خير الله، عندنا مجدة موريس، عندنا أحمد صالح، كلهم نقاد كبار جدا وأكاديميين ولهم تجارب عالية جدا في الكتابة النقدية، ويا ما شالوا أفلام ويا ما أظهروا حاجات حلوة في 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 السينما المصرية غيرهم ما شافهاش. يعني أنا أعتقد أن النقد السينمائي يملك مقومات حلوة جدا من خلال، وأنا بتكلم عن مصر. لأني مع الأسف مش تابع النقد في سوريا. أنا عارف زمان لما كنت أنا في سوريا أن كان في صلاح ديني كان بيكتب نقد جميل جدا، بس طبعا أنت عارفة مصر تقريبا شبه جزيرة مغلقة على نفسها، ما بتفتحش نوافذ على العالم العربي كتير للأسف. يعني لا بنشوف مسلسلات عربية، ما بتصلناش جرايد من مختلف البلدان العربية. احنا نتمنى ان يعني تنفتح هذه الدائرة، هذه المحكمة الذاتي، وهي بتحاول دلوقتي تخرج من عزلتها.
ومثقفين بينادوا في كل مرة بضرورة عرض مسلسلات، بضرورة مجيء كتب، بضرورة مجيء مجلات. وهذا أدى إلى الأسف لتراجع دور مصر الثقافي، ربما تختلف أو تتفق معي يعني دكتور. أنا أعتقد اليوم أن الريادة تتطلب أني أفتح كل النوافذ. نعم، رح نرجع للدكتور رفيق الصبان بعد قليل في المحور الأخير، نلتقي. دكتور رفيق، شاركت العام الماضي بمهرجان دبي السينمائي واطلعت على هذه التجربة الجديدة بدبي، شو رأيك بهذه التجربة؟ أنا في رأيي أي مهرجان سينمائي دلوقتي بخلصنا من احتكار السينما الأمريكية أنا معه، لأن المهرجانات السينمائية هي دلوقتي النوافذ المفتوحة على إنتاج السينما في العالم بعد الاحتكار الكبير اللي فرضته السينما الأمريكية على كل بلدان العالم. نعم. بما في ذلك البلدان الأوروبية. نعم. فبالمهرجانات عمال نقدر خصوصا السنتين اللي فاتوا يلجأوا إلى البلاد الأجنبية علشان يعملوا أفلامهم، زي نصر نصر الله، زي الأفلام اللبنانية، زي الأفلام التونسية، زي يعني قصة زي قصة محمد شكري الخبز الحافي. نعم. اللي أخرجها بالحاج رشاد بالحاج، أنتج التمويل إيطالي فيلم سمير نصر يعني الإرهاب في ألمانيا يجد تمويل ألماني، الفيلم حتى اليمني يجد تمويل إنجليزي. يعني ليه المخرجين دول ما لجأوش إلى بلاد عربية تانية تديهم هذه الفلوس؟ الحقيقة ده جرح في القلب الواحد ما عرفش يقوله، بس بقول برضو الحمد لله اللي البلاد الأجنبية منحت هؤلاء المخرجين الشبان عوضا عن أن تجعلهم يتنازلوا ويعملوا تنازلات مؤلمة في سبيل إظهار أفلامهم ضمن إنتاج عربي يطلب منهم تغييرات ومسحة تجارية، راحوا لبلاد أدتهم الحرية الكاملة أنه يقدموا. نعم دكتور، تسافر كثيرا وتشاهد السينما في كل البلدان، وقلت أن السينما متطورة اليوم في البلدان الصغيرة أو الفقيرة تماما رغم ضخامة الإنتاج الأمريكي وتقاليد هذه السينما الضخمة، لأن هي بتعتمد على الموضوع، لأن عارفة أن ما فيش عندها نجوم، ما فيش عندها إمكانيات باهرة، إن عندها موضوع إنساني يمس القلب. أي سينما تبهرك اليوم؟ والله دكتور، كل البلاد الصغيرة يعني سواء بأسيا، يعني شوفي مثلا حتى البلاد الكبيرة، شوفي النهضة الوثبة الهائلة جدا بالسينما الصينية، شوفي أفلام هونغ كونغ تغيرت بعد ما كانت كلها أفلام مغامرات بدأت تضرب تماما بالصميم في مواضيع مهمة، الهند، إيران، كل هذه الأفلام اللي عمال تأتينا حتى من تونس، المغرب بدأت فيها صحوة سينمائية عالية، لبنان اللي فيها صحوة، سوريا، يعني كل دول بلدان لا يتمتعوا بالقلق اللي تتمتع فيه سينمات كبيرة زي السينما المصرية أو السينما الأمريكية أو السينما الفرنسية، لكن مع ذلك قادرين على أن يقدموا مخرجين كبار في مواضيع إنسانية تدخل إلى القلب مباشرة. من السينما العربية في الفترة الأخيرة، شو الفيلم اللي شاهدته واللي أثرك أو اللي بهرك في الفترة الأخيرة؟ والله في فيلم عالج موضوع يعني خطير جدا للناصر خمير، هو إنتاج إيراني تونسي مشترك. لأول مرة بيتعلق بالصوفية، الحب الصوفي والفلسفة الصوفية اللي هو بابا عزيز. هذا الفيلم أولا أعجبني جدا لجمال تصوير الصحراء. بابا عزيز فيلم إيراني، هو إيراني تونسي. يعني ناصر خمير تونسي. نعم. صوره في صحراء إيران، يعني لم أرى الصحراء كما صورها ناصر خمير إلا بفيلمين، يمكن بفيلم دافيد لين عن لورنس، وبفيلم الشهير جدا جدا اللي هو المريض الإنجليزي. إنجليزي. الصحراء في نفس هذا الجمال شيء رائع. فيلم أفلام اللي أثرت فيها قوي قوي وأثر فيها من الأفلام المؤخرة اللي شفتها الخبز الحافي. خبز الحافي. ومن السينما الأمريكية في الفترة الأخيرة؟ والله لازلت أنا أقف بإعجاب شديد جدا أمام فيلم الساعات، The Hours أو Hours من فيرجينيا وولف. قصة فيرجينيا وولف، لأني أولا السيناريو كان مدهش، الأداء خلاب، والممثلات يعني نيكول كيدمان وميريل ستريب ما حصلوش، وبعد كده يعني بينسجم مع رؤيتي للسينما. العمل الأدبي عندما يجد مرادف له أكثر قوة من خلال الصورة، والسيناريو مكتوب يعني بأزمنة مختلفة بشكل عبقري. نعم. تحضر تصوير أفلامك؟
لا عندما يكون لك فيلم إلا مرة واحدة بأتي علشان أهنئ الممثلين ببداية الفيلم، ودي تعلمتها لما كنت أنا مخرج مسرحي. ما كنتش حد أحب حد من زملائي يدخل في أثناء بروفاتي. جميل. بتراقب جمهور أفلامك؟ يعني إحنا شفنا صورة مع الجمهور يمكن ما كانت واضحة عابرة ربما. بتراقب الجمهور؟ بحضر كتير مع الجمهور، بشوف إيه ردود أفعاله وإيه إمتى بينبسط وإمتى بيضحك وإمتى بيتضايق دي المدرسة اللي بتعلم فيها. إذا ما تعلمتش من الجمهور هتعلم من مين؟ لازم أوازن بين إمكانياتي وما أريد أن أقوله وبين ما يقبله الجمهور أو يرفضه. فإذا قدرت أحقق هذا التوازن أني أمشي على هذا الصراط الدقيق فمعناها نجحت، ولا معناها ما هي الروايات التي قرأتها مؤخرا وأغرتك لأن تكتب سيناريو لها؟ رواية جميلة، رواية جدا جميلة، من الأدب الأجنبي ولا من الأدب العربي؟ بالأجنبي ومن الأدب من العربي. الأدب العربي إبراهيم الكوني. قرأت له قصتين أتمنى أن أستطيع أن أنقلهم للسينما، المجوس والتبر. هذه الأجواء اللي تختلط فيها الحسية الشديدة بالصوفية. في نفس الوقت بالتقاليد الراسخة البدوية، تقاليد الصحراء وتقاليد القبائل، فيها الكبرياء، فيها المغامرة، فيها الشبق، كل ده مع بعضه بشكل مزيج مدهش. يعني أنا مستغرب إزاي هذا الكاتب الكبير ما وجدش طريقه للسينما. وإن شاء الله هحاول بكل قوتي أن أساهم في تقديم أحد قصصه إلى السينما. نعم. دكتور رفيق الصبان متزوج من سيدة فلسطينية ومن أصول فلسطينية ما زالت أصولها بالقدس وله ابنان. كلمنا عن هذه السيدة التي رافقتك هذا المشوار. والله شوفي، إذا كنت أدين بشيء في حياتي، إذا أدين بهذه الأعمال الكثيرة جدا اللي أنا بشتغلها، هو إلى هذه الزوجة المتفاهمة اللي رغم ليسانس الأدب الإنجليزي الذي حازت عليه قررت أن تبقى في الظل معايا، تساعدني، تكون بالنسبة لي الأم والأخت والشقيقة والزوجة والحبيبة. أعطت حياتي معنى حقيقة. أنا من خلال بقالنا متجوزين دلوقتي 38 سنة مش هتصدقي ان مفيش شجار حقيقي بيني وبينها. يعني ده حاجة معجزة، بتفهمني تماما وبتفسح لي كل المجال اني اشتغل اني اعمل. عرفت مفاتيحك، يعني مفاتيح جوك وشخصيتك. أعتقد أن الزوجة الناجحة هي اللي تدرس تماما مفاتيح جوزها واللي بتلعب على أصابع البيانو بتاعه بمهارة هائلة جدا، وزوجتي هي من هذا النوع. نعم. والأبناء دكتور ماذا تقول ابني عنهم؟ ابني الأكبر ابن معاق عقليا، لكن هو نور حياتي. أما ابني الثاني فيعيد تاريخي مع أبويا بس بشكل معاكس. أردته أن يكون فنانا فاختار السياسة ودخل في الجامعة العربية ولمع جدا جدا في أدائه السياسي. هو ماسك دلوقتي بالجامعة العربية الملف الأفريقي كله، وبيحب الأدب يعني علمته يقرأ من طفولته زي ما أبي علمني أني أقرأ من طفولتي. بيحب السينما قوي، بيحب الشعر، بيحب الموسيقى، ولكن عمله هو السياسة. نعم. ربما البعض أو لنقل يعني الكثيرين دكتور رفيق الصبان يختلط عليهم الأمر بأن الدكتور رفيق الصبان هو مصري الأصل لهذه الإقامة والحضور المصري وتواجدك في مصر وعيشتك في مصر. هل في خط عودة إلى سوريا بعد هذا العمر؟ والله مصر أعطتني الكثير، أعطتني الكثير جدا، فتحت أمامي أبواب، كل الأبواب، سمحت لي بالتعبير عن نفسي إلى أقصى حدود التعبير. لا أستطيع أن أتركها بعد كل هذا الجميل الذي أعطتني إياه. فإذا كان عندي شيء من المعلومات أو شيء من الذخيرة الفنية فمن واجبي أن أرده إليها. يعني عندما كان يقال بين سوريا وبين مصر كنت أقول دائما كلمة أرددها لك، هذه عيني اليمين وهذه عيني اليسار، لا أستطيع أن أخسر عين من عيناي. أنا لازل محتفظ بجنسيتي السورية ولكني مصري الهوى. مصري الهوى. دكتور رفيق الصبان، يمكن احنا سعدنا بلقائك الليلة معنا بالاستوديو، واحنا يمكن انا يعني عرفتك من خلال برنامج السينما.
عندما كنت طالبة بمصر نعم. كنت بشوفك أسبوعيا بتنقد أفلام عالمية على السينما مع الدكتورة درية شرف الدين، وللحين ما شاء الله يعني حضورك موجود وطاغي في الكثير من المجالات. والله يا سيدتي المحاور عندما يقول كلمة جيدة معناها أن الذي يحاور هو الجيد مش هو. وأنا أشكرك جدا. شكرا على رقتك دكتور. وعلى ثقافتك وعلى عذوبة أسئلتك وعلى كبرياء الحديث معك. شكرا لك دكتورة رفيق الصبان، شكرا جزيلا، وشكرا لمشاهدي تلفزيون دبي في كل مكان. نلتقي بالأسبوع القادم بضيف جديد من حقل إبداعي أيضا جديد، نلتقي مع بروين حبيب.